السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أنا تامر عزت ودي قناتي على اليوتيوب. الحلقة اللي فاتت كنت نوهت إن احنا يبقى معانا المهندس إبراهيم، هيتكلم معانا في الأجهزة الإلكترونية عموما. هو بيحب الحتة دي، بيحب عموما حتة المساعدة، يعني إن هو يساعد أي حد، دي هو منطقته، يعني هو بيحبها أوي. فاحنا قلنا نستغل الموضوع ده، نجيبه معانا نعصره وينزل معلومات، ناخد منه كل المعلومات اللي احنا عايزينها. وفي ناس كتير قوي سألت أسئلة كتير قوي، منها بلاك فرايداي، ايه الحاجات اللي احنا ممكن نستغلها في العروض بتاعت بلاك فرايداي، وان شاء الله هيجاوب على كل ده. انتوا عارفين القناة بتاعتنا احنا بنتكلم تملي على الاستفادة، وان احنا نحاول نفيد الناس ونوعي الناس، فده احنا هنعتبره نوع من انواع الاستفادة. اتمنى يا رب ان شاء الله الفيديو والحلقة دي تعجبكم. لو عجبك الفيديو من فضلك اعمل لايك، لو مش مشترك من فضلك اشترك في القناة، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولحظة وهيبقى معانا حالا مهندس. 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا تامر عزت ودي قناتي على اليوتيوب. الحلقة اللي فاتت كنا نوهنا ان كان هيبقى معانا المهندس ابراهيم، وعملنا له دعوة والراجل لبى الطلب. شكرا يا باشمهندس ابراهيم، نورتني يا باشا. عندك اسئلة كتير قوي، انا عايز النهارده حضرتك اعصرك تنزل معلومات. تحت امرك. تمام، تحت امرك. انت عارف المحتوى بتاع القناه ملوش علاقه خالص بالالكترونيات والكلام ده، يعني عارف الديزاين بس. ناس كتير طلبت الموضوع ده، وكتير قوي بيسالوا خصوصا على بلاك فرايداي، ايه العروض، ايه افضل حاجه ممكن يجيبوها في العروض بتاعت بلاك فرايداي. فايه رايك نبتدي؟ تحت امرك. انا في حاجات كاتبه اللي هي كانت على نبتدي الاول. اول سؤال، ايه افضل تليفون؟ ده احمد ابراهيم. ايه افضل تليفون ممكن اجيبه؟ وقبل اي اسئله يعني فضل. في الاجهزه وفي الحاجات دي اتفضل. احنا ممكن نقول بس يعني نحاول نثقف نفسنا في حته الاجهزه كويس. وده انهي جهاز افضل، وده مش عارف ايه، وده كذا وده كذا وده كذا. في حاجات اساسيه يا جماعه في الاجهزه ان انت ما تنزلش عنها، سواء تليفونات او لابات او اي شيء. زي ايه مثلا؟ يعني زي كتير بيجوا مثلا بيقول لي انا عايز الجهاز الفلاني، ايه الفرق بين الشركه الفلانيه والشركه الفلانيه؟ او واحد يقول لي ايه ده الشركه الفلانيه افضل. عمرنا في حياتنا ما نقول ان الشركه دي افضل من دي. انا ممكن امسك جهاز عشان اقارنه بجهاز تاني، اقول الجهاز الفلاني في الشركه الفلانيه افضل ولا الجهاز الفلاني في الشركه الفلانيه افضل، زائد انت محتاج الجهاز ليه. لازم تسال نفسك السؤال ده، انا محتاج جهاز ليه. في واحد يهمه، يعني مثلا اتكلم عن نفسي، انا يهمني اداء وبطاريه. يوم ما بفكر في ان اشتري اي جهاز تليفون، اداء وبطاريه. ممكن حد تاني يقول لي انا محتاج ديزاين، واحد تاني يقول لي انا محتاج شكله يكون جميل، واحد وهكذا وهكذا وهكذا. واحد تاني يقول لي انا محتاجه ان يشحن بالفوك وبالحاجات اللي احنا عارفينها في كل الشركات دي. هو برضه يعني غالبا بالك ان اغلبيه الاسئله جايه في رينج ال 4000 وال 5000 والحاجات دي بالنسبه للموبايلات. في حاجات في نفس الرينج ده ولازم برضه بتختلف. ممكن يكون نفس المبلغ بيدفع، ولكن التليفون ده بيدي ميزه فلانيه، ميزه كذا، والتليفون التاني بيدي ميزه ثانيه. فانت لازم تسال نفسك انا محتاج التليفون ليه. طب ما انا واحد انا عايز يلعب، انا يهمني الاداء. احنا في ناس بتسال على موضوع الالعاب، تمام، يعني خلي دي هناخدها ستيب باي ستيب لما نوصلها. تمام. بس خلينا مبدئيا في احمد، عشان ايه احمد ما يجيش من هنا، عشان برضه ما نطولش في الفيديو. انا بقول لك ايه افضل تليفون ممكن اجيبه في حدود ال 5000. 5000 جنيه اجهزه كتير جدا يا عم احمد. افضلهم يعني انا دايما برشح هات جهاز فلاجشيب سنه ورا، ولا تجيبش جهاز متوسط السنه دي. فانت في اجهزه كتير تقدر تجيبها يعني بمعالجات ال 855، في حاجات دلوقتي بال 5000 جنيه تقدر تجيب حاجات ب 845. انت عندك البوكوفون الاف 1 ما زال حد الان بيترشح. تمام. لو قدرت تجيبه مش ب 5000 جنيه، باقل من كده. حاول تجيب جهاز يكون قديم سنه افضل من انك تجيب جهاز متوسط السنه دي. قول له اسم جهاز من فضلك. البوكوفون حلو، المي 9 تي كويس، النوت 8 بتاع شاومي كويس، اللي بيحب سامسونج الاس 10 لايت تحفه. يمكن بس لا، الاس 10 لايت اغلى من 5000 جنيه، ممكن حوالي 7000 جنيه حاجه زي كده. يعني انا برضو مقارنه الاسعار في مصر مش بالظبط قوي يعني. أوكي. بس متهيألي اعلى من 5000 جنيه. في اجهزه كتير اداء كويسه تكون اقدم سنه من المتوسطه السنه دي. ولكن لو انت مش فارق معاك الاداء، لو انت مثلا واحده ست، لو انت
مش جيمر يعني مش حد بتاع العاب. في اجهزه كتير جدا يعني. في جهاز مثلا مش مكمل 2000 جنيه, جهاز بمعالج اسمه ريلمي سي 2 متهيألي, ده جهاز حلو. في اجهزه كتير في الرينج ده. كنت منزله على الجروب امبارح تقريبا. تمام. طيب تمام, يبقى احمد كده هنقول له قلت له جهاز في البوكوفون بالنسبه له دلوقتي كويس, بس ممكن ما يعجبوش شكله. في اجهزه كتير, انا دماغي مش حاضره دلوقتي في اجهزه, بس في اجهزه كتير. انا ممكن يعني في الرد على, هعمل لحضرتك رد على الكومنت بتاعك بايه الجهاز المناسب, افضل جهاز في الفئه دي يعني. تمام. ده برضو السؤال ده برضو مرتبط بهبه. هبه برضو بتسال نفس السؤال, بس الفرق ما بينهم 1000 جنيه يعني. هي بتقول عايزه حاجه في حدود ال 4000. تمام. ف 4 من 5 مش فارقه كتير بقى. ودي اراء يا جماعه, ممكن يكون انا رايي حاجه وحد تاني يكون رايه حاجه تانية, فدي كل واحد من وجهه نظره يعني. وليد بيقول لك عايز جهاز لابتوب بسعر كويس, مش محدد طبعا رقم معين. تمام. فرشح له جهاز يكون برضو سعره معقول بعد ما وال كورونا ما ربنا بلانا بيها, واللي حصل ان احنا بدانا التعليم الاونلاين. فشركات كتير بدات تدعم الحاجات دي, فبدات تنزل لابات وحاجات كتير باسعار مش كتير. وبسعر كويس. اي جهاز بسعر مناسب ليك. انا ما اقدرش اعرف برضه, انت لازم قبل ما تسال السؤال تقول لي انت عايز الجهاز ليه, عشان بناء عليها بتحدد. انما اللي اقدر اقوله لك ان انت مثلا لازم يكون هارد اس اس دي. ده ما انا 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 يعني حرام على الشركات ان لحد الان احنا في شركات بتصنع الاتش دي دي هاردات. خلاص بقى انسوها بقى, يعني حقبه من الزمن وولد خلاص. فلازم يكون هارد اس اس دي, لازم يكون معالج اقل سنتين. يعني احنا حاليا في الجيل العاشر, يكون اقل سنتين. مش هقول لك هات العاشر, هات التاسع, هات الثامن, ان ما تجيبش السابع. دايما خليك ورا سنتين, ما تزيدش عن كده. وطبعا بعد السابع والثامن والكابليك والحاجات دي, فالمعالجات لو انت شغلك اوفيس وحاجات من دي وحاجات قليله, الكروت الشاشه البلت ان على الانتل البلت ان على البورده على الجهاز دي تكفيك حلو جدا. انما لو انت جيمر لا, محتاج كروت شاشه عاليه. ف اجهزه كتير اس اس دي, معالج ما يقلش عن سنتين, شاشه فول اتش دي ما تقلش. انسوا خلاص الاتش دي والحاجات دي, شاشه تكون فول اتش دي. متهيالي ده جهاز هيكون كويس وهيأدي طلباتك. لو انت طالب في الجامعه, لو انت حاجات قليله, انما ما تكونش راجل بقى ايه, راجل تقيل عليه على الجهاز. طيب عندنا okay. اشرف بيسالك بيقول لك عايز موبايل الالعاب يكون قوي جدا. قوي جدا في جهاز كتير خاصه بالالعاب, في الار او جي فون, في البلاك شارك, في بس الاجهزه دي متهيألي بتعمل اقل حاجه 650 دولار اقل حاجه يعني. ففي ار او جي فون حاجات خاصه بالالعاب, في البلاك شارك متهيألي النسخه الثالثه نزلت للار او جي فون, لسه ار او جي فون النسخه الثالثه نزلت قريب. ده لو انت عايز حاجه زي كده يعني, بس ما تظنش الحاجات دي كلها متوفره في مصر, بخصوص ان مش عايز بس اخرج من حاجه لحاجه. ضروري جدا ان كل واحد, مش لازم الجهاز يكون عندك جنب البيت, ما تقصدش جنب البيت ان يكون الراجل بيبيع جنب البيت, ولكن السوق المصري او اي سوق عموما يعني, احنا بقينا في زمن كل مكان بقى قريب. مجرد لازم يكون معاك حاجتين, معاك فيزا كارت بتشتري من الانترنت, ومعاك عنوان بريد, لان مش كل المتاجر بتشحن لمصر او بتشحن لاي دوله ثانيه يعني. فيكون عندك مشترك في خدمه, يعني مثلا انا مشترك في خدمه شوبان شيب, في يعني عناوين كتير في شركات كتير شغاله في الموضوع ده. انت محتاج فيزا كارت بتشتري من الانترنت, ومحتاج عنوان في امريكا بالذات طبعا عشان امازون والحاجات دي. وطبعا بيبقى في فرق سعر طبعا ما بين الاونلاين وال, ولو انت والله هو القصه مش بتبقى فرق سعر, القصه ان الجهاز مش موجود عندك. أوكي. مش لا موجود جنبك. انا بتكلم على فرق السعر. لا مش هتلاقي, بس اللي يعني الجهاز ده لو دخل بلدك قانوني رسمي هتلاقيه اغلى ما انت هتجيبه من بره, لان عندك انت بقى بتزود له. ما انا اللي انا بتكلم فيه ان هو ان انت لما بتجيب اونلاين ممكن ان هو يعمل معاك فرق سعر ارخص. ايوه ايوه انا بتكلم ان هو يبقى ارخص, بالذات لو انت مثلا حد جاي بقى, لو تعرف تدي لحد مش عارف ايه. انت عندك حاليا الامارات دبي دلوقتي بقت سوق حر يعني. تمام. تقدر تجيب منها يعني. طيب كده احنا خلصنا مع الاستاذ
استاذ اشرف، في عندنا افضل عروض في البلاك فرايداي. البلاك فرايداي ده وقت كتير قوي. البلاك فرايداي انا نفسي بنتظره كل سنه. افضل العروض في ايه دي لما يبدا يجي بنعرف، يعني انتوا ممكن ساعتها نتكلم لما يجي ايه اللي نبدا نبحث ايه الحاجات المعينه اللي عليها عروض كويسه، ايه الحاجات المعينه اللي عليها عروض كويسه. ولكن انا من الناس اللي بنتظر ان انا اشتري حاجات معينه في البلاك فرايداي. فعلا بتلاقي عروض السنه اللي فاتت كانوا مكسرين الدنيا. لازم يكون معاك فيزا جاهزه فيها فلوس قبل ما نخش على الفيزا. مش ده مشكله دلوقتي، اغلبيه الناس دلوقتي معاها فيزا، واللي معهوش فيزا معاه صاحبه معاه فيزا معاه فيزا الدنيا بتبقى ماشيه. يعني كنت اشتريت جهاز من فتره كده وكتير جدا الناس بتقول اشتري ازاي محدش معاه فيزا يعني. فالبلاك فرايداي لوقت البلاك فرايداي نعرف ايه الحاجات المعينه، ولازم تبقى انت عارف انت عايز ايه. يعني ما تشتريش بس مجرد ان الحاجه دي نازل عليها عرض. لا، الجهاز ده نازل عليه حاجات عرض. انا ساعات ممكن ابقى نازل بشتري حاجه والاقي عرض على حاجه تانية، بحس ان دي فرصه. طب ليه ما انت محتاج الحاجه التانية ولا لا؟ اكيد لازم كويسه اكيد بدل ما اشتريها يبقى محتاجها. لا، في ناس ممكن حاجه، بص ممكن ما بقاش انا محتاجها دلوقتي. يعني اوكي انا معايا مثلا دلوقتي موبايل شغال وممتاز وزي الفل، بس الموبايل ده ممكن مثلا يديني سنه سنتين كمان، ايه المشكله اللي انا بدام قدامي عرض كويس حاجه كويسه ممكن استغلها؟ ماوس مش عارف، في حاجات كده بتبقى لقطه بتخش انت ساعتها في ان انت مثلا في لقطه هنا ولقطه هنا ولقطه هنا، بدل ما انت مثلا عامل بادجت لنفسك معين مثلا $1,000، انت دخلتك في ارقام 2003 و4. ايه ده؟ ايه اللي دخلني في الحواديت دي؟ ايوه فتلاقي نفسك عملت ايه ده؟ بتحصل وهكذا. فانت لازم تبقى انت عارف انت عايز ايه. طيب حنين بقى، حنين حبيبتي، حنين بتقول لك يا عم عايزه موبايل يقعد معايا لغايه الجامعه. موبايل يقعد معاك لحد الجامعه. هي في سنك ايه؟ في ولادتي. ولادي يعني 3 سنين. تاني اعدادي؟ لا خلاص بقى مكرونه عدت دلوقتي، احنا في تاني اعدادي دلوقتي. 5 سنين تاني اعدادي. لا يا حنين، لا تتخانق معايا تقول لي انت مش عارف نفسك. لا يا حنين، ما تجيبيش جهاز يقعد معاك لحد الجامعه يا حنين. لا، لان انا اظن يعني ان الدنيا خلال ال 3 4 5 سنين الجايين الدنيا هتتغير، مش زي ما احنا شايفينها. التكنولوجيا ممكن يحصل فيها حاجات تانية، مشاكل اللي بتحصل سواء في الانظمه الاندرويد فانا اظن يا حنين الانظمه هتتغير. فانت هات جهاز يعجبك دلوقتي ويمشي بس معاكي سنه سنتين وبابا موجود يعني بسيطه. ايوه بابا موجود. فانا اظن ان الدنيا خلاص. نعدي السؤال، نعدي السؤال بتاع حنين ده. نعدي السؤال بتاع حنين. حبيبتي حنين. جوريا خالد بتقول لك عايزه بليز، عايزه ممكن ترشح لي موبايل كويس يساعدني في شغل التصوير ويكون مساحه وجوده التصوير. بالتصوير بخصوص التصوير ومساحه. طيب قبل ما نقول على اجهزه معينه، هي مش محدده طبعا الرقم، بس هي يعني محدده المواصفات بتاعتها، عايزه حاجه تكون مساحه عاليه ويكون جوده التصوير كويسه. طيب وما تتوهش قبل ما نتكلم على الاجهزه. ما هي دايما بنقول ان اي ايد تقدر تطلع صوره حلوه من اي جهاز، من اي تليفون، نتكلم في التليفونات يعني. لو تليفون بكاميرته كويسه والايد اللي ماسكاه مش بتعرف تصور، عمرها ما هتطلع صوره حلوه. ولكن التليفون حتى لو امكانياته قليله والايد اللي ماسكاه، يعني ايه ايد ماسكاه؟ يعني بيمسك ايديه ما بتتهزش. كتير جدا الناس بتصور تلقط. يا عم اصبر، ادام بتحب التصوير يبقى بتعرف تصور. ايه فما ده انا عايز اقوله لها، انه مش لازم بالجهاز اللي معاكي او مع اي حد يقدر. احنا يا جماعه بنصور من عن طريق جهاز التليفون نوت 9. وده القلم بتاعه. وده القلم بتاعه. فانت تقدر تطلعي اي صوره كويسه بالتليفون اللي معاكي، بس ثبتي التليفون كويس. لما بتدوسي عشان على زر الشطر عشان تصوري، اديله بس ثانيه يعمل فوكس. يعني لا، اديله ثانيه 3 4 لحظات ثانيه يعمل فوكس وصورك. الاجهزه كتير، يعني البوكوفون حاليا نازل بسعر بسم الله ما شاء الله الاف 2. انا بحترم البوكوفون على فكره لانه اسعاره حلوه. يعني بتحب انت انا بحب اي جهاز تاني غير الشركات اللي التقيله اللي بتقول انا 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 وفي الاخر في شركات تانية بتقدم نفس الحاجات دي او حاجات اكتر وبسعر قليل. وفي الاخر الموضوع إيه قيمه واداء. يعني مش عارف، انا بشوف ودي وجهه نظري ممكن تكون صح او تكون غلط. حضرتك تقول لي تملي، بشوف الشركات لما بتطلع جديد مثلا زي شاومي وبوب والحاجات دي، طلعت اول ما طلعت جامده قوي، كانت عامله حاجات كويسه قوي. بعد كده مع الوقت السامسونج والايفون بيثبتوا وجودهم اكتر من الاول. يعني مهما بيجي، يعني عاملين مثلا كده زي عمرو دياب، مهما يطلعوا مطربين ويكسروا الدنيا وبتاع، وتقول خلاص فلان ده هيسحب البساط من تحت رجليه
سنة اتنين تلاتة تلاقي هو برضو كل هضبة زي ما هو والباقي يبتدي ينزل واحدة واحدة. هي اللعبة مش كده قوي يعني. أما الشركات الصينية أول ما بدأت فدخلت على السوق طخ 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 تكسير، والشركات التقيلة في الوقت ده سواء سوني سامسونج اتش تي سي ال جي، الشركات دي الشركات التقيلة دي كانت مش بتتنازل. دخلت الشركات الصينية إمكانيات مع رخص سعر، إمكانيات مع رخص سعر معاها لما طيرت. طبعا كل احنا عارفين كلنا عايشين في السوق يعني، في سوني الله يسهل لها، ال جي، ال اتش تي سي، فضلت سامسونج بالظبط. ولولا يعني نقدر نقول مثلا من حوالي سنه ونص سامسونج كانت هتعمل زيهم، بس فهمت اللعبه، هي فهمتها متاخر شويه بس فهمتها في الاخر، انها راحت بدات بقى تنزل الاجهزه بامكانيات كبيره. هي طبعا سامسونج بتلعب بموضوع الشاشه بتاعتها السوبر اموليد، ممكن تكون امكانيات قليله بس بتلعب بموضوع الشاشه، وبدات تنزل امكانيات في اجهزه باسعار تنافس الشركات الصينيه، وعشان كده صمدت لحد دلوقتي. سامسونج لو فضلت عامله زي سوني وان انا لا انا طب انا طب انا طب كان زمانها طارت زي اللي طارت. اه فعلا. فلا لا هي بتطور هي هو الموضوع الموضوع سياسي، هم عرفوا اللعبه فين، الشركات الصينيه بتعمل ايه، فلقوا نفسهم ايه ده سوني طارت، ال جي، اتش تي سي، لا 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 لا, لا. انا بحس ان كل سنه بتلاقي في تطور في التليفونات. المنافسه عموما حلوه حلوه ليها. هل التطور ده هم قايلين انه يعني لو اعتبرنا اللي ممكن يتعمل بعد 10 سنين او بعد 5 سنين عشان ما نبالغش مثلا، مش عارف اوصل السؤال. لو قلنا مثلا مش عارف اوصل السؤال والله، هو في دماغي بس مش عارف طالعه ولا، بس هو مثلا لو بعد 5 سنين هنوصل مثلا لتكنولوجيا معينه في الجهاز، تمام؟ انا اعتقد ان هم قادرين يطلعوه السنه الجايه، بس هم بيمطوا على اساس كل سنه انت عشان انت تشتري جهاز تاني وتالت ورابع وخامس وهكذا. يعني طول ما في تكنولوجيا معينه موجوده وبتبيع مش هطور نفسي ابدا، حتى لو انا مراكز الابحاث عندي اخترعت حاجات جديده، بس انا بالفعل عندي الحاجات القديمه ما زالت موجوده وبتبيع ومفيش منافس ليا، عمري في حياتي ما هنزل الجديد. انما لما انزل الجديد بيه سنه خلاص بيه سنه. انا مش هشتغل اساسا، انا هشتغل ابحاث ليه؟ بدل ما هصرف مليارات على ابحاث، طب ما انا اوفر المليارات دي واخليني شغال ادام مفيش منافسه. انما المنافسه بتنتج عن ايه؟ بتنتج ان المنافس بيبدا يشوف ايه اللي نزل السنه دي ويبدا يطور فيه، فانا غصب عني مش بمزاجي ابدا اطور في اللي هو نزله، وهكذا. فكله بيطور. احنا عندنا خلال الكلام ده قلنا كتير يعني، خلال احنا مثلا 2020 السنه دي بنتكلم في حوالي مثلا في خلال ال 10 سنين اللي فاتوا او ال 12 سنه اللي فاتت حصل تقدم ما حصلش في ممكن في 500 سنه في خلال 12 13 سنه. وفي خلال ال 10 15 سنه الجايين هيحصل تقدم مهول يا جماعه، مهول في وسائل تانية، مش في وسائل التليفونات بس والحاجات دي. انا اظن ان التليفونات بالشكل اللي احنا شايفينه ده هتتغير، مش هتبقى كده اساسا، الدنيا هتتغير في وسائل المواصلات، في وسائل السفر، في حاجات كتير. فالدنيا خلال ممكن 10 25 سنه تلاقي الدنيا اتغيرت خالص. ممكن بعد 20 سنه ولا حاجه نقعد القعده دي ونقول ياه فاكرين لما كان معانا تليفونات وبنعمل اللي هي في الوقت الحالي. ايوه طبعا الدنيا بتتقدم بطريقه جامده يعني. مثلا من 26 سنه مثلا ولا من 25 سنه لما تيجي تفتكر ما كانش لسه في موبايلات، كان هو تليفون بتاع البيت، التليفون الارضي، واللي هو عنده تليفون لاسلكي مثلا وبينزل يتمنظر بقى في الشارع ويتمشى بيه وبتاع، ده ابن بارم ديل. صحيح انا فاكر في 2008 كان حد صاحبي جه وبيقول لي ده بيقول اخترع تليفون بيكلم اي مكان في الدنيا ببلاش. فانا قلت له انت مجنون ساعتها، طبعا الناس الكبار زينا. 2008 دي كان سعر المكالمه الدوليه كانت حوالي 5 جنيه او 5 جنيه ونص او حاجه زي كده متهيألي، كان مبلغ يعني. فيا عم انت مجنون ببلاش ازاي؟ كان عن طريق برنامج فايبر. فلا الدنيا بتتغير كتير يعني، كتير كتير يعني. طيب انا اسئلتي كده خلصت يا استاذ ابراهيم. كان في سؤال انا كنت بعته لك سكرين شوت على الجهاز عندك، انا ما نقلتوش هنا مش عايز انسى حاجه. هو السؤال بتاع جوريا اللي نقلته والتاني ما نقلتوش، موجود عندك غالبا في نفس برضك الاسئله دي، مش هيختلف كتير يعني. انت اللي بعت لي اللابتوب تمام. الاثنين للابتوب على فكره، الاثنين للابتوب. لا لا كان في واحده حماده ايوه اللابتوب بيكون كويس وسعره كمان كويس.
تمام. يبقى هو اصلا في عندي حد تاني كان سال السؤال ده بس مش انا خصوصا اللابتوبات يا حماده. انا الاجهزه كتير جدا يعني ما ينفعش اقول لك الجهاز الفلاني, في اجهزه كتير جدا نازله بالجيل العاشر واسعارها مش غاليه كتير, وهات لك جهاز لو 256 اس اس دي سوليد ستيت درايف, وما تجيبش حتى لو 1 تيرا بايت اتش دي دي, وعلى حسب استخدامك برضو انت مش قايل انت هتعمل بايه, انت ايديتنج مثلا, انت في اي نصيحه تحب تقولها للناس قبل ما نختم معاهم؟ لا والله هو ان الناس تسال دي حاجه كويسه. انا بقول لك جايبك عشان اعصرك تنزل معلومات, ما تقوليش لا والله هقول لك عايز تقول معلومه تقول لي اه طبعا في معلومات كتير, ما تقوليش لا والله يعني مش ينفع كده. ان الناس تسال في حد ذاته دي حاجه كويسه طبعا, ثقافه انت بتتعلم طبعا طبعا طبعا. زمني انا وزمن الجيل بتاعي ما كانش فيه الكلام ده, وسائل المعرفه ما كانتش وسائل المعرفه ما كانتش زي دلوقتي خالص يعني اول كلمه في القران اقرا, يعني زمن المعجزات خلاص ولا وادبر يعني ابحث, ربنا يكرم ان شاء الله كده ونشوف مننا ناس بتخترع وبتنشي ان شاء الله باذن الله. انا متفائل والله يا ابراهيم, انا متفائل الله ان شاء الله حسن اللي جاي احسن باذن الله, الاجيال اللي جايه باذن الله ان شاء الله, ان شاء الله لان عندهم اصرار وعندهم عزيمه, و فعلا دي حقيقه في حاجات كتير قوي ما كانتش موجوده على ايامنا موجوده على ايامهم. انا حاسس مستبشر يعني ان شاء الله ان شاء الله نورتيني والله يا ابراهيم النهارده, متشكرين, اتمنى يا رب ما نكونش طولنا عليكم, ما نكونش ضيوف تقال عليكم. احنا هدفنا ان شاء الله ان احنا تملي نحاول نفيد بعض, يا رب ان شاء الله تكونوا دايما بخير, وان شاء الله نشوفكم قريب. تعودين على الكاميرا برضو عشان لا ما انت زي العسل يا ابراهيم, انت تحس ان انت مولود في الاستوديو اصلا. يلا السلام عليكم.